بحضراتكم من جديد. كابتن محسن، ثنائيه رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح في الدفاع النهارده، شايفين ياسر ابراهيم على مقاعد البدلاء، ومن الواضح ان يوسف ايمن يعني للمباراه الثالثه خلاص يعني اصبح خارج حسابات مستر كول. رايك في قلبي الدفاع النهارده، رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح؟ بالنسبه لرامي بيعيش احلى فتراته مع النادي الاهلي، مستوى عالي بيزيد، عنده فهم، عنده قياده، عنده صنع لعب، عنده اهداف، يعني بقى مكتمل، وان شاء الله بس يعني يستمر على هذا الاداء بدون اي اصابات، لان ما كان يعوق ربيعه في السنوات السابقه هي كثره الاصابات. السنه دي الحمد لله ما فيش اصابات، والمستوى في تقدم باستمرار، اداؤه الدفاعي يعني جيد جدا، بيشارك في نواحي هجوميه، في الضربات الثابته، في الكرات الجانبيه، ان شاء الله يستمر بدون اي اصابات للمرحله القادمه، لانه هو رقم واحد سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. لما نتكلم على خالد وياسر، الاكثر بيلعب في هذا المكان هو ياسر. الوظيفه الاساسيه ياسر رجع من الاصابه النهارده، هو ياسر، لكن لماذا خالد مش ياسر؟ يعني دي طبعا تعود للمدرب، هو شايف انه ياسر ربما قادم من اصابه لم تكتمل الشفاء، لم تكتمل الفورمه، ففضل ان هو يعطي لخالد. هو جرب خالد كتير، احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده. خالد هو اساسا احنا جايبينه في النادي الاهلي كظهير ايمن، نادر جدا لما لعب ظهير ايمن، هو لف في لفه كبيره، لعب قلب دفاع شويه، اجاد بالنسبه لعب باك شمال. كانت اول مباراه ليه في قلب الدفاع كانت مباراه الزمالك، واجاد فيها بشكل كبير جدا، وكان توظيف يعني رائع لخالد عبد الفتاح وقتها، يعني نجح فيه، لكن مش دي وظيفته الاساسيه. يعني الوظيفه الاساسيه بتاعت خالد هو الظهير ايمن، لكن هو اثبت جداره في هذا المكان، واصبح بديل ممكن اللجوء اليه في حالات الطوارئ، زي ما احنا النهارده في حالات طوارئ، فالمدرب يستعين به وهو قادر على اداء هذا الدور، لانه عنده السرعه، عنده الارتقاء، عنده الجوده في الرقابه، عنده الهدوء في اتخاذ القرارات، وبالتالي يعني هو قادر على اداء هذا الدور. لكن تبقى المشكله في الاطراف بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه لاكرم ويحيى طيط الله، بالنسبه لاكرم، لانه النهارده هيتعرضوا لمهام صعبه جدا، لان فريق الاتحاد بيمتاز بالسرعه على الاطراف، وبالتالي يعني لابد من انك انت تكون الرقابه بتاعك تكون جيده جدا على الاطراف، تتوقع بشكل جيد، تدخل في التوقيت المناسب لقطع الكره، يكون لك نسبه في الهجوم معينه غير اي مباراه تانية. لما انا العب ضد ظهير او ضد جناح خطير، يبقى لازم اقلل النواحي الهجوميه بتاعتي عشان اقدر ان انا أطلع لما ارجع اقدر ان انا اواجه، واقدر ان انا اقفل المنطقه بتاعي. فالواجب الدفاعي الهجومي للاثنين لابد ان يكون بحساب، ولابد ان يعطي المدرب تعليمات بهذه النسبه، ولابد ان هو يقف على الخط وينبه، لانه احنا عارفين اكرم من النوع اللي هو عنده الباور وعنده الجرأه وعنده النزعه الهجوميه وعنده الرغبه في اثبات ذاته، فبيعمل حاجات صعبه جدا جدا وبتتطلب مجهود مضاعف للناحيه الهجوميه، ثم العوده بسرعه للنواحي الدفاعيه، بجانب تعرضه لبعض الاصابات نتيجه الجديه والصرامه في الاداء اللي هو لابد ان هو يقف عنها حتى لا يتحصل ايضا على انذارات.